Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. من أين أنت قادم؟ كان عندنا مشوار. مشوار؟ افتح الصندوق. أعطني هويتك. تفضل. يوجد أثار رصاص على سيارتك. أثار إيش كمان؟ خذوه. عفوا سيدي، أنا سمعت تحرير بعض السبائل اليزيديات ورجعوهم لكردستان. هي الحمد لله سيدي، الدكتورة جوانا بنتي وابني وياهم. هم الاثنين وضعهم مختلف، هم مو سبايا، نشتريهم ونهربهم برا الموصل. اطمئن، راح نبذل كل جهودنا على موتهم بس بالوقت المناسب. اشكرك سيدي. عندي خبر سيء سيدي. شنو هو؟ الحاج كان قبض عليه. من اللي كانوا وياك يساعدوك على تهريب السبايا اليزيديات من الموصل؟ احنا بلغنا انك كنت تشتري سبايا وتدفع بيهم مبالغ كبيره،
مع أن صادرنا كل أملاكك. من اللي كان يزودك بالمال حتى تشتري السبايا؟ انطق يا كافر يا عدو الله. ليش هو منو أطلق عليكم الرصاص؟ لا تشغلين بالك. شلون ما أشغل بالي؟ حقك أنت ما تعرف شنو أنت بالنسبة لي. أشكرك على مشاعرك الطيبة، بس أين كان اللي تسوي دير بالك على نفسك. بالمناسبة ترى أني بين يوم ويوم رح على الدكتورة جوانا وأودي لها أكل، وقلت لها أي شيء تحتاجينه أنا يمك، وأنا دا أسوي هذا كله على مودك. كاوا رفض يعترف بأي شيء رغم التعذيب. عدد الخسائر في مقاتلينا يزداد بسبب عمليات تهريب الأيزيديات خارج الموصل، وهذا لأن حدودها يستحيل السيطرة عليها وتأمينها بشكل كامل. أريد أن أقترح شيئاً بهذا الخصوص. لنا أن نستعين بطائرات الدرون لمراقبة الحدود وكشف أي محاولة لتهريب السبايا. طائرات درون؟ وكيف نحصل عليها؟ ممن أعطونا قبل ذلك الأسلحة الثقيلة المتطورة التي لا يمتلكها سوى الدول العظمى. أنت ليش انقذت حياتي؟ ليش ما قتلتني؟ خايف علي وحياتك منك؟ غريبة، مع أنك من أول مرة شفتني بيها وانت قاصد الدنيا وانتين كرامتي تركتهم يرموني بالسجن، بعدها تركتهم يبيعوني جارية ومخلف يشتريني ويرميني ببيتك من غير ما أعرف، ما حتى يقل لي إنه يشتريني لحسابك حتى يوجعني ويكسرني أكثر. بعدها تركتني شقد مرمية ببيتك بالحديد. ليش؟ حتى أظل جارية عبدة؟ أبك أيها الأمير لست سعيد. اشتاق إليها. لو تعتذر، لو تطلب العفو. وماذا ستفعل حينها؟ ستعفو عنها وتجلبها هنا إلى بيتك
ولكن هذه المرة ستكون نهايتك على يديها. الخطة جهزت وما ناقصها بس التنفيذ. يا رب على بركة الله. المسألة كانت محتاجة وقت ودقة، لأنه أي خطأ بيها راح يوصلنا إلى نتائج كارثية. وش وقت يكون التنفيذ إن شاء الله؟ خلال 24 ساعة فقط. هذا الخطاب من مولانا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. وعلى ما يحتوي هذا الخطاب يا مولاي؟ يقول فيه أمير المؤمنين أن هناك شكوى وصلته بخصوص سجينة قام بسجنها أبو عبد الله دون تقديمها للمحاكمة، ويطلب منا إرسالها إليه للتحقيق بالشكوى بنفسه مع اعتبار الأمر في غاية السرية. أمتأكد أنت يا مولاي أن هذا الخطاب سليم ومرسل من أمير المؤمنين؟ نعم، وعليه الختم الأزرق. كريستين، بدي كريستين، شنو حاسة؟ ضربين مني، شو سوي؟ شكلها كلش تعبان. كريستين أرجوك، البنية تحتاج مستشفى، كلش تعبانة، يمكن رح تجيب. تعالي ورايا. وين ماخذتني؟ انتظري. تعالي ورايا امشي. ستصحبك سيارة للحماية حتى مكان الخليفة. لا داعي لذلك. لا بد من الحراسة تأمينا لك وللسجينة. على بركة الله. أنا خططت وجهزت كل شيء على مودك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. يلا هل أنت متأكد؟ يجب أن تأمر فورا بإغلاق كل المعابر في الموصل وتجديد الحراسة على أطرافها، والطائرات المسيرة يجب أن تراقب كل شيء، مفهوم؟ ماذا حصل أيها الأمير؟ الأمير سلامتك يا ناس، شوفوا لنا دكتور الله يخليكم. هسه تجي الدكتورة جوانا. يا امي طيب. من هاجمكم؟ من خطف السجينة منكم؟ الشخص اللي جاب رسالة مولانا الخليفة كان معاه مقاتلين آخرين، هم ضربوا علينا الرصاص واخذوا السجينة. واحد منهم كان بيقول للسجينة يا حبيبتي. يا حبيبتي،
لا تعرف أين ذهبوا؟ لا. اذهب اذهب. الو ريبوار، شنو؟ طيب شكرا شكرا. شنو؟ معابر الموصل واطرافها كلها انغلقت والدرونات تراقبها. زين ايش راح تسوي؟ راح نبقى داخل الموصل، لكن لازم نضم روحنا بمكان بعيد عن عيون الدواعش. هذه الصور التي التقطتها لهم احدى طائرات الدرون قبل ما تسقط. الوجوه ليست واضحة. للأسف لا توجد صور افضل من هذه. يجب تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة بها. هم سيحاولون العبور لأطراف الموصل للخروج منها. أنا أعطيت الأمر بالحيطة وإغلاق كل المعابر من لحظة ما بلغني ما حدث. أحسنت أحسنت. أم سعد، أنت متأكدة من اللي تقولي؟ إيه متأكدة. قوات من الأمن العامة، وحدات من المقاتلين دي يدورون عليها. جوانا هربت. انت تعرفيها؟ يعني معرفة سطحية، مو احنا كنا جيران قبل. بس منو اللي هربها؟ شلون هربت؟ كيف يا أميري؟ رجل مجهول يخدعك بختم مزور منسوب لمولانا الخليفة. الختم يشبه تماما ختم مولانا خليفة المسلمين، ولا يمكن أن يفرق بينهم. لماذا لم تبلغني عندما جاءك الرسول بالخطاب المزور؟ لأن الخطاب كان مكتوب فيه أن يبقى سرا بأمر مولانا الخليفة. لا أصدق، من عنده القدرة على التخطيط والتنفيذ بهذا الشكل؟ في الغالب اللي صار وراء جهاز مخابرات معادي إنا. جهاز مخابرات؟ نعم، هذا مو تخطيط شخص عادي أو مجموعة من الأشخاص، هذه خطة مخابراتية أعدت ونفذت لأعلى مستوى. معنى هذا أننا مكشوفون لأعدائنا، والأخطر أننا مخترقون. يعني يصير قيس يصرف هالشكل بدون ما يأخذ موافقتنا وحتى تبليغ ما نبلغنا؟ سيدي أنا اتصلت بقيس عدة مرات لكن هو ما يرد. شوف أنا لعدم مين خايف؟ إنه خايف من هاي السوالف. أعتقد ما بلغنا بتوقيت هاي العملية لأنه يعرف إحنا إذا عرفنا رح نمنعه خوفاً على حياته. سيدي شوف، إحنا من البداية لو معتمدين على واحد من رجالنا كان قيس لا تهور ولا عرض حياته للخطر. سيدي أنا على علم بكل شيء، بس أنا ما قدرت أتصل بيك لسرعة العملية، خليت العملية تخلص وقلت أفهمك بعدين. معقولة؟ أنت صدق تحكي؟ شلون تصرف بدون ما تأخذ موافقتي؟ سيدي أنا كلفت نقيب حيدر أن يقوم بالعملية حتى يحافظ على حياتهم. بعدين بالنسبة لقيس، هذا الموضوع بالنسبة إلى مسألة حياة أو موت، وأنا أعرف كل الزين هو إش قد يحب جوانا. سيدي وأنت تعرف بالذات قيس دخل للموصل بسببها حتى يدور عليها وينقذها ويهربها خارج الموصل. شوف زياد، أنا لو ما أعرف فيك ضابط كفو كان صرفت وياك تصرف آخر. بعد ممنوع تضمون علي أي قضية. تفضل. أمرك سيدي. ثاني كلش تعبت. هسه هسه قربنا نوصل. زين احنا وين رايحين؟ هسه تشوفين هسه تشوفين. الحمد لله على سلامتك. شنو هذا المكان؟ شنو كل اللي صار؟ احس اني احلم. لا ما تحلمين، هذه الحقيقة. قيس، شلون قدرت تسوي كل اللي سويته؟
مستعد أسويها ألف مرة بعد. ما فاهمة شيء. بعدين شلون تعلمت تستعمل سلاح بهذه الطريقة؟ راح أفهمك كل شيء. مبروك يا عقل شيرو، بنتك اتحررت. جوانا سيدي، ان شاء الله في المرحله الجايه نحاول نخرجها من الموصل ونرجعها لكردستان. لكن هاي المساله سيدي ممكن تحتاج شويه وقت. اقعد يا بطل، اقعد. الف حمد وشكر لك يا رب. سيدي انا ما اعرف شلون اشكركم. احنا ما سوينا غير واجبنا تجاه ابناء وبنات بلدنا، وهذا جزء بسيط من جميلك. انت حاربت المجرمين الدواعش، وانت كنت مستعد ان تضحي بحياتك من اجل الوطن. ما صدق سويت كل هذا على مودي. مستعد اضحي بروحي على مودك. ترمي نفسك بالنار؟ الجحيم هو مو بس النار، الجحيم هو انك تشوفي انسان تحبينه وتخافين عليه وانت عاجزه مو قادره تسوي له شيء. انت تعبت اليوم، قومي نامي وارتاحي، وانا راح اروح انام برا البيت. لازم اتواصل ويا مخابرات المشمركه. ما اريد انام، خليك قاعد يمي شويه. اللي قاعد يمي أحس بأمان. أمان ما حاسة بيصل لي هواية. هذه خيانة، خائنة، لها عشيق خطط ونفذ هروبها من السجن ومني. هروب أم المنصور بهذه الطريقة ليس دليل خيانة يا أبا عبد الله. ألم تسمع المجاهد وهو يقول أن الذي هربها قال لها حبيبتي؟ أتريد إثباتا أكثر من ذلك؟ أتوسلك فقط اهدأ. اهدأ؟ كيف لي أنا اهدأ بعدما عرفت الحقيقة وخيانتها لي وهي زوجتي؟ أنت طوال اليوم لم ترتاح، اذهب للنوم وهتقص من الراحة. لن أنام ولن أرتاح حتى أعثر عليهما وأعذبهما عذابا يتمنون الموت بعده. هاي 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 از خلفم خلفم هاوار امیر هاوار امیر از خلفم خلفم از نیشیر بگی بطامه ود یه شوه بصدفم هاوار امیر هاوار امیر. الف الحمدلله على خروج الدكتور اجوان من السجن سيدي، وان شاء الله ترجع الكردستان بالسلامة ان شاء الله يا رب. وبعد إذنك سيدي، الشباب محتفلين ويريدوك إياهم. إيه ليش لا؟ يلا. هاي هاي أس خلفهم خلفهم هوار أمير هوار. مبروك سيادة العقيد. أس خلفهم خلفهم إزني سير باقي بطامة قد يسور بصدفهم هوار أمير هوار أمير يسور بصدف مزي سير بقي بطامة دقال سيران دقافل لي 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 هي قد يسور بسركم هوار أميرو هوار لي
عاشيرونز بريكم ازدي شير باقي بيطان بيكما اسخلا فم خلا فم هوار امير هوار امير اسخلا فم خلا فم ازدي شير باقي بطان اسخلا فم خلا فم هوار امير هوار امير اسخلافم خلافم ازدي سير باقي بطانة هاي 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 من هو العاشق الذي هربها من السجن؟ معايا من هو؟ كذابة كذابة من هو؟ اقسم بالله اسأل كل اللي كانوا موجودين في السجن. أنا ما جندعت شو بيهم ما جندعت وقبل السجن وقبل أن أتزوجها من كانت تحبها؟ ما جندعت حتى عريزة ما جندعت تحبها. احكي صباح الخير. صباح النور. نمتي زين؟ لا مو كلش. اخذي راحتك اعتبري البيت بيتك. انا لازم اروح الشغل. يعني رح اقعد وحدي؟ ما اقدر اغيب هذه الفترة. الحرب ممكن تقوم باي لحظة. زين اخذ حذرك. اكو اكل بالمطبخ لو حبيتي تاكلين. ما اريد اكل، اريد اطمن على كريستين. ان هزمت من السجن كانت هوايه تعبانه. ان شاء الله. من رخصتك اريد ابدل هدومي. والله العظيم ما أعرف، أنا مجرد خادمة من بيت القاضي، ما أعرف عندها حبيب أو عشيق مثل ما تقول، والله ما أعرف، والله العظيم. ما الأخبار؟ أنا آسف، لن نصل إلى أي شيء يرشدنا إليه. جوانا انت ايش جابك لهنا؟ الحمد لله على السلامه جوانا. انا شيماء. ليش هو استاذ قيس ما حكى لك عني؟ لا انت تعرفين قيس؟ اي اعرفه واعرفك من هالقد ما حكى لي عنك، ومن سمعت باللي صار توقعت هو اللي هربك وجابك هنا. إيه، وأني أتذكر كنت تجيبي لي الأكل بالسجن. أنا جيت أطمن عليك وجبت لك هذا الثوب وياي حتى تلبسينه. شكرا. ألف سلامة عليك. يا ريتني أقدر أساعدك بشيء. أنا حاسة روحي لا اسم الله عليك حبايبه ما بيك شيء. بعدهم ما عرفوا شيء عن جوانا. لا لحد الان لا. يا رب يا رب. ام الوليد. نعم. ليه هسه مالكم مرة الدباح؟ لا ليه هسه بعد؟ العاهرة زوجة العاهر.
الحمد لله اني شفت اليوم اللي تشمت بيه وفضحته تصير على كل لسان. بدل ما قاعد تشمت بيه روح المولانا الوالي او خليفه المسلمين واتهم انه ابو عبد الله هو اللي خلى قنبله بسيارتك وفجرها. شنو دليلي على هذا؟ ومنو اللي راح يصدقني؟ بس اوعدك اوعدك يا ام الوليد ان اعرض حاله واخذ روحه زي ما جعلني مقاد. سعيد على العرس. ليش تناول تطلع؟ لا اريدهم يدوروا على المساجد بعد كل صلاه يقول المصلين ان زوجة الدباح خاينه وهربت مع عشيق لها وانت فضحت وتملى الموصل كلها. احكي تكلمي. تعبانة حاسة حالي رح أولد. أبوس إيدك مو خايف على بطني. هذا ابنك أنت أبوه. لا أريده أتمنى ألا يأتي. حرام عليك يا عبد الله رح تموت فينا. كنت أريد ابنا من الخائنة الآن لا منك ولا منها. كل ما أريد أن ترشديني عن مكانهما حتى أذبحهما. وهاي كل قصتي ويا قيس. مستغربة مو؟ تصدقين؟ أنا همينة من أقعد ويا نفسي أستغرب. أقول شلون هيجي سويت هيجي إنك تحبيني تسوين كل شيء على مودة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هلو قيس. شيماء. أنا جيت على جوانا حتى أطمن عليها. تصبحون على خير. البنية هذه تحبك. لو افتريت الدنيا كلها راح تلاقي واحدة تحبك مثلها. كيف لم تعرفوا أي شيء عن من فعلها؟ كيف يحدث هذا؟ أين إدارة الأمن؟ مغفلون؟ حاسب على كلامك يا أبا عبد الله. يجب إصلاح ما حدث حتى لو اضطررنا لتفتيش كل بيوت الموصل. ما هذا الكلام؟ جيش لا يكفينا في هذه المهمة وليست إدارة أمن ونحن في ظروف لا تسمح. ما هذا الصوت؟ ست كريستين ولدت وجابت ولد مثل قمار بس هي مغمى عليها. We'll be right back.
Mm-hmm.